الجماعات الدينية أو الأحزاب الدينية كلها باطلة وليست من شرع الله عز وجل. الله جل وعلا ماذا قال؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، يعني أنت بريء منهم وهم براء منك. لما؟ لأنها ليست بطريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا تبجل جماعة ولا حزب بأي غرض، لا من أجل تكوين جماعة لنشر الدين، ولا من أجل تكوين جماعة لوصول إلى سياسة وما شابه ذلك. دين الله واضح، طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واضحة. باختصار، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الجماعات وعن أمثالها: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: على ما أنا عليه وأصحابي. في رواية في السنن قال: الجماعة. إذن سبحان الله، على ما أنا عليه وأصحابي، في رواية الجماعة، يعني جماعة واحدة يحرصون على الكتاب والسنة، ويحرصون على اجتماع الكلمة واتحاد الصف على وفق ما جاء به شرع الله عز وجل، ليس اجتماعاً مع أشخاص أو مع جماعات وعندهم بدعيات وعندهم مخالفات. فالحزبيات والجماعات في دين الله مذمومة. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريحون، كل حزب يقول الحق معي والحق واضح.